طيب مباريات السله بالتاكيد زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه، يمكن بعد قليل ان شاء الله يمكن مباراه فريق الاهلي والزمالك في دوري المرتبط، وباذن الله ان شاء الله تكون نتيجه جيده بنفس نتيجه فريق الشباب تحت 16 سنه اللي اتلعبت النهارده عصر اليوم وانتهت بفوز النادي الاهلي، نقدر نقول يعني قريب جدا من دبل سكور 62-34 لصالح النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يكون في تفوق كبير واكتساح ايضا للفريق الاول زي ما حصل في مباراه الشباب تحت 16 سنه، ولسه كمان بكره في استكمال مباراه دوري المرتبط في هذه المرحله السنيه في لقاءات نصف نهائي دوري المرتبط ما بين الاهلي والزمالك. قلت يمكن طبعا دي صوره من مباراه النهارده، النادي الاهلي بالتيشيرت الاساسي الزي الاحمر والزمالك بالزي الازرق، تمام، يعني الاهلي قدر يكسب دبل سكور والحمد لله عمل مباراه كبيره، مباراه كويسه، وبالامس كمان فريق الانسات كسب دوري المرتبط، فان شاء الله باذن الله كره السله في النادي الاهلي ماشيه بشكل كويس جدا، ونتمنى لهم التوفيق يا رب خلال الفتره اللي جاي.